بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين زيكوا حبايبي عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير النهارده قصتنا تعجبكم ان شاء الله يلا نبتدي مع بعض زمان يا حبايبي كان في اسره حلوه خالص متكونه من ثلاث اطفال هارون ومريم واخوهم الصغير اللي كان لسه مولود كان اسمه موسى كان عنده ثلاث شهور كانوا عايشين في مصر وكانوا هم من بني اسرائيل وكان ساعتها الملك الموجود كان اسمه ملك مصر او فرعون مصر الفرعون ده اللي كان مسؤول عن البلد كلها وكان هو عايش في البلد المصريين طبعا وكانوا عايشين بني اسرائيل معاه بس كان فرعون بيتعامل مع بني اسرائيل ان هم عبيد وكانوا بيخليهم يساعدوهم في كل حاجه ويخدموا المصريين ويخدموا فرعون في كل حاجه وبعد كده اصدر الملك فرمان او مرسوم او يا ولاد منشور كده مكتوب بالايد من ايد فرعون ان هم اللي يقوموا بقتل كل الاطفال الذكور يعني الاولاد الولاد مش البنات اللي كانوا لسه مولودين ساعتها كل ام خافت على اولادها ازاي كل ام خافت على ابنها المولود فكانت ام هارون ومريم وموسى خايفه على ابنها موسى الصغير قوي عشان هو ده اللي كان لسه مولود خايفه ياخدوه منه فكرت هي ومريم اخت موسى انهم يجيبوا سله او يجيبوا سبت يعني وكان يدهنوه ساعتها بالكار مادة عشان تسد كل الخروم اللي في السبت أو في السل عشان تحط فيه الطفل المولود موسى وفعلا نفذت كلامها وجابت السبت ودهنته بالكار حطت فيه الطفل موسى وغطته وحطته في ايه؟ في النهر قعدت على حرف النهر أم موسى وأخته مريم وفضل السبت يمشي يمشي يمشي, يمشي. يا تري مين ساعتها اللي شافه؟ بنت فرعون اللي هو بنت ملك مصر شافته لفت نظرها وفتحته لقته طفل جميل خالص وساعتها كان بيبكي وراحت مريم بسرعة مراقبة السبت لحد ما وصل لبنت فرعون جريت مريم على بنت فرعون وقالت لها يا سيدتي أنا ممكن أجيب لك مربية أو مرضعة ترد على الطفل ده أنا عارفاها ردت بنت فرعون وقالت لها يا ريت جريت بسرعه مريم عند مامتها وقالت لها يا ماما افرحي انا ايه قلت لبنت فرعون ان انا هجيب مرضعه او مربيه علشان هي اللي خدت موسى اخويا عشان تربيه وانت يا ماما تروحي علشان ترضعيه وتفضلي جنبه في القصر بتاع فرعون مع بنت فرعون فعلا جريت امه بسرعه ومريم وقالوا لها ايه لبنت فرعون انا مستعده انا مستعده اربيه وارضعه واخد بالي منه ردت بنت فرعون قالت لها يا ريت وانا اسميه موسى قالت لها ماشي قالت لها عشان احنا لقيناه في ايه في قلب الميه قالت لها ماشي وبعد كده فضلت امه معاه تكبره وتهتم بيه وتعيشه بتعاليم ربنا لحد ما كبر ايه موسى لما كبر بقى بيخاف ايه على شعبه قوي بني اسرائيل مع انه هو اتربى في قصر فرعون المفروض يحب المصريين بس هو كان بيميل لشعبه طبعا يميل لشعبه بني اسرائيل وكان بيدافع عنهم في كل مكان وفعلا كبر موسى وكبر وقرر أنه هو يمشي بره القصر ده عشان يعيش مع شعبه اللي هو ايه عارفهم وفعلا راح عشان يعيش مع شعبه بني اسرائيل ساعتها وهو ماشي بقى كده ظهر له ربنا بس ما ظهرلوش ربنا قدامه ظهر له في ايه في شجره كبيره منوره نورت نور جامد قوي بي كانوا بيسموها الشجره كبيره او العليقه ظهر ربنا لموسى وقعد يتكلم معاه ويقول له لازم بني اسرائيل يرجعوا ارضهم او وطنهم او مكانهم رد موسى وكلمه وقال له يا رب انا ما اقدرش يا رب اتكلم ولا اقدر اعمل اي حاجه انا ما اقدرش اتكلم قدام فرعون انا مش بقدر اتكلم ولا اقول حاجه ده انا ضعيف خالص رد ربنا وقال له انا هكون مع فمك وهتكلم هتكلم على ايه على فمك وكل كلمة هقولها انت هتقولها وما تخافش خالص ده انا حتى هخلي هارون اخوك يساعدك في كل حاجة وفعلا فعلا راح على طول جري ايه جري وخاف كده وقال هو انا اقدر اتكلم ولا اعمل حاجة رد ربنا وقال له اه تقدر طب هات عصايتك كده ارمي عصايتك على الارض رمى عصايته على الارض اتحولت لحية او ثعبان خاف قوي كده ساعتها وقال قال له هو انا اقدر اعمل كده قال له انا هعمل معجزات على ايدك وساعتها فرعون هيامن بس بعد وقت طويل ما تخافش وهيخلي كمان هارون يساعدك ويبقى معاك اخوك فعلا بعد كده مشي موسى وجري راح على هارون اخوه هارون اخوه خده في حضنه وقال له ما تخافش يا موسى ربنا كلمني وقال لي نفس الكلام انا هساعدك وهبقى معاك وربنا هيساعدنا وهيتكلم على فمنا ما تخافش وهتحصل معجزات على ايدينا وفعلا بعد ما كان خايف موسى وبيقول انا لساني تقيل ازاي اتكلم خد اخوه هارون وراحوا قعدوا مع مين مع مع فرعون مصر او فرعون قالوا له احنا لازم ايه نخرج بني اسرائيل عشان يرجعوا وطنهم او بلدهم ساعتها فرعون بص كده قلهم لهم انتوا اتجننتوا انتوا عايزين تاخدوا مين وعايزين تعملوا ايه انتوا طبعا مش هتاخدوا العبيد ولا تاخدوا الناس دي الناس دي بتخدمه وبتساعده في كل حاجه في البلد في مصر انتوا ازاي ايه انتوا ازاي تطلبوا كده قالوا له ايه ربنا امرنا بكده قال لهم لا طبعا انتوا مش هتاخدوهم ولا هتمشوا بيهم فضلوا يحاولوا يحاولوا معاه وفعلا موسى وقف في القصر بتاع فرعون وعمل ايه معجزة ايه الحية رمى العصاية على الارض زي ما ربنا قاله ظهرت ايه حية قاله ايه المشكلة اي حد يقدر يعمل كده فبرضه ما امنش ولا صدق فرعون عمل ايه ربنا قاله له انا هعمل عشر ضربات هتبقى عشر زي عشر معجزات كده هعملها وهخلي فرعون يامن ويوافق ويسيبكوا تمنيه